يعني ان شاء الله. قبل ما نروح للكابتن علاء هنستعرض مع بعض تشكيل النادي الاهلي. في حراسه المرمى محمد الشناوي، ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال علي معلول، الاثنين اللي في القلب بدر بنون وايمن اشرف. مره ثانيه، محمد الشناوي لحراسه المرمى، محمد هاني، علي معلول، بدر بنون، ايمن اشرف. اثنين في نص الملعب، حمدي فتحي وعمرو السوليه، حمدي فتحي عمرو السوليه، والثلاثة اللي قدامهم محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، وفي وسطهم محمد مجدي قفشه. محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، وفي وسطهم محمد مجدي قفشه، وقدام راس حربه محمد شريف. احتياطي النادي الاهلي النهارده علي لطفي، محمود وحيد، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، اليو ديانج بعد شفاءه الحمد لله على السلامه، ناصر ماهر، اكرم توفيق، جيرالدو، وعلي